أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج ديوان الملا. اليوم راح تكون حلقة مختلفة، حلقة بعيدة عن السياسة وهي قريبة إلى الإعلام. ولما يكون ضيفي أحد الأساتذة الذين تعلمنا منهم الإعلام وتثقفنا منهم أهمية الإعلام الذي يطور المجتمع، رحبوا معي بأستاذي الكبير والحبيب والعزيز من سلطنة عمان الإعلامي الأستاذ خالد الزجالي. مرحبا فيك أخوي خالد. أستاذ محمد، تحية لك وتحية لجمهورك العريض في كل مكان، وحقيقة يعني أعطيتني أكبر من حجمي. لا عفو، هذا أنا حقك. أنا, أنا تلميذ صغير في الإعلام، مدرسة الإعلام مدرسة كبير كبيرة. كبير بالإعلام على أساتذة ومستمرين. احنا في حب بيننا وبين الاعلام مثل عاشق الكره، احنا عاشقين للاعلام، ميكروفون، شاشه، نعم، جمهور، وهكذا مستمرين بمشيئه الله باذن الله. سؤالي الاول قبل ما يعني اروح الاسئله الموجوده عندي، لماذا هذا العشق، عشق خالد الزجالي للاذاعه؟ انا عشقي اعلامي اجمالا اذاعه وتلفزيون، لكن بدا اذاعه. لكل إنسان ومن يتابعنا الآن هواية معينة. واحد يقول لك أنا أهوى يا أخي كرة القدم، أنا أهوى سباحة، أنا أهوى قراءة، أنا أمشي، أنا أقول أنا أتنفس إعلام من صغري وأنا أحب الإعلام. يعني استهوتني الإذاعة لدرجة الهوس. أول ما بدأت العلاقة بدأت في المدرسة، وأول ما أغراني ميكروفون الإذاعة المدرسية، وما كان أيام الميكروفونات اليوم الجميلة والحلوة، لا أيام الميكروفونات اليدوية. خلينا بس أذكر من يتابعك الآن وأكيد تذكر أستاذ محمد، ميكروفونات اللي تستخدم اليوم في مدرجات كرة القدم لتشجيع المنتخب أو تشجيع نادي معين. فكان الطالب يمسك الميكروفون وينظم المدرسة ويرفع العلم وهكذا، فكانت هذه المسألة كانت تستهويني. فبدأت من الإذاعة المدرسية، وما كنت متخيل أن يعني يوم من الأيام هذه الهواية بتكون إلى مهنة. لحين ما وصلت إلى الثانوية العامة، أول ثانوي تحديدا، فارتبط بالإذاعة الأم من خلال برنامج كان يقدم لوزارة التربية والتعليم، ويقدمونه طلبة المدارس، فاختاروني من ضمن الطلبة. فاختيار على طالب لحين ما فيما بعد خلاص صارت مهنة وصارت وظيفة وصارت عشق. وإلى اليوم أنني كأني أبدأ إعلام من أول وجديد، يعني الإعلام متجدد عندي باستمرار، نعم، مثل ما هو متجدد مع كل إعلامي بكل تأكيد. البعض يرى أن الإذاعة انتهت في خضم وجود هالمحطات التلفزيونية والمنصات، هل انتهت الإذاعة؟ لا أستاذ الكريم، الإذاعة ما انتهت، والإذاعة بتضل، والإذاعة مصدر إشعاع ومصدر مهم لتوصيل المعلومة ورفيق كثير جميل للمتلقي. الإذاعة طورت نفسها بنفسها، اليوم منافسة بشكل جميل، موجودة في تطبيقات معينة. اليوم ما هو الاستماع حتى التقليدي القديم على شكل المذياع الراديو، هذه نعم يعني لها متعتها الخاصة، لكن ذكاء الإذاعيين اليوم وصل إلى أنه يكون يعني دور الإذاعة دور مهم ودور مؤثر. موجود الإذاعة على تطبيقات، على وسائل التواصل، اليوم لهم حسابات معينة. اليوم الجميل وانت متابع أستاذ محمد، اليوم الإذاعات تحولت إلى تلفزيونات بشكل أو بآخر. صحيح. اليوم برامجنا، صحيح، وأنا الإذاعة اللي أنتمي لها الآن مسقط FM، نبث على اليوتيوب، نبث على تويتر مباشر، نبث على الانستغرام، ناخذ مقاطع معينة تكون على حساباتنا، وموجودين على الراديو. نسبة الاستماع للإذاعة اليوم بشكلها التقليدي أو حتى انتقالها على وسائل التواصل الاجتماعي مستمر. الإذاعة ستظل مع تجدد أي تقنية جديدة ستكون في المستقبل. ممتاز. إذا سألتك من هم من الإذاعيين الكويتيين اللي يعني تستمتع لما تسمع لهم وتما زلت تتابع لهم؟
كل الإعلاميين الكويتيين. إحنا 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 يعني كخليجيين، أنا أقول لك إعلاميين، يمكن جيلي وجيل اللي قبلي والأجيال القادمة وإلى اليوم، الإعلام الكويتي حقيقة مدرسة في الإعلام الخليجي والعربي. وهذا الكلام ليس لأن أنا في منصة كويتية وما إعلامي قدير كويتي، لكن هذا هو الواقع. يعني أنا بسرد معلومة، وهذه المعلومة ليست بجديدة على المتلقي إن كان في عمان أو حتى في الكويت. إحنا من أسس الإذاعة العمانية معنا بعد 5 أيام من تولي جلالة سلطان طيب الله ثراه قابوس بن سعيد، كان كويتي، كان الأستاذ سالم الفهد الإعلامي القدير الكويتي هو من يعني أسس مع الزملاء العمانيين، هو من نقل جزء كبير من المكتبة الإذاعية الكويتية إلى 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 تأسيس بكل في مكتبة إذاعية في الإذاعة العمانية في ذلك الوقت، كانت جزء ملحقة من المكتبة الإذاعية الكويتية. قام بتدريب مجموعة من الأسماء، أستاذ ماجد الشطي فيما بعد جاء إلى عمان وقدم أكثر من دورة تدريبية في مجال التقديم الإذاعي والإخباري والتحرير وغيره. لا، إحنا ارتباط كبير بمجموعة من الأسماء، وإلى اليوم تربطني علاقات كثير جميلة ورائعة، إن كان مع أشخاص أنا التقيت بهم يعني شخصيا أو حتى عن طريق إن كان المتابعة التلفزيونية أو الإذاعية. يعني من يعني لا يتذكر مثلا أمل عبد الله، هذه قامة من ما يتذكر مبارك العمير، من ما يتذكر يعني جيل من الأجيال والأجيال السابقة، أستاذ أحمد عبد العال، أستاذ علي حسن في مجال التقديم، هدى المهتدي الرئيس. يعني إذاعة الكويت حقيقة مدرسة من المدارس الكبيرة إلى اليوم، يعني اللغة العربية وبرامج اللغة وجهينة الخبر اليقين وأحمد سالم، يعني قامات أستاذ محمد، يعني قامات كبيرة، يعني التمثيليات العربية اللي تنتج كانت التمثيليات باللغة العربية إنتاج كويتي، أستاذ علي المفيدي فترة من الفترات يعني رأس قسم الإخراج في إذاعة الكويت، ورجل رغم أن احنا نتابعه في الأعمال الكوميدية واللطيف والجميلة، لكن تمكن اللغة ما تتخيل عند أستاذ علي المفيدي، وكان هو بنفسه يقف على الممثل وأحيانا يوقف التمثيل وأحيانا يعيد مرة ومرتين وثلاث. فلا يعني احنا إلى اليوم حقيقة يعني الإعلام الكويتي مدرسة وأسماء كبيرة، لأن التأسيس صحيح للإعلام. إذا سألتك سؤال، هل كان لك موقف مع أحد الفنانين الكويتيين مثل عبد الحسين أو سعد أو الأستاذ، كان لك موقف معاهم، واحد من الفنانين الكبار فنانين العرب؟ بالضبط، يعني أنا يعني تعلقت بالكويت تعلق قديم الحقيقة، ربما حتى خلنا لا أبوح سرا، أنا من مواليد الكويت. يشرفنا في الكويت. نعم، رجعت وأنا طفل صغير، لكن فيما بعد كانت زياراتي مستمرة في الكويت، وبحكم أيضا عمل أهلي فترة من الفترات، وكان واحد من أعمامي كان في السفارة العمانية في الكويت، وكنت أنا أتردد عليه وأنا شاب صغير، وأنا معجب بفن الكويت ومعجب بإعلام الكويت قبل لا أدخل أنا المجال الإعلامي أساسا، ومعجب بالحركة الرياضية أيام العربي وأيام جاسم يعقوب وأيام فيصل الدخيل والقادسية والعربي، يعني وتعرف هذا التنافس يمكن إلى اليوم، لكن في فترة من الفترات كان قوي. يعني في البيت يسألونك أنت عرباوي ولا قدساوي، إذا البيت قدساوي وتقول لهم عرباوي ما يعشوك، وإذا العكس نفس الحكاية، يعني التنافس كان رائع. أنت عيال سيد خالد، أنت قدساوي ولا عرباوي الحين؟ لا ما ذي حقول لي، بس عشان اشوف القدساوي عرباوي بس.
أنا أنا بحكم واحد من أعمامي يا سيدي الكريم، هذا الرجل يعني قد ساوي حتى النخاع. بس أحبك أنا، كمل الحلقة. بس لا يسمعون الطرف الآخر، لكنهم يحبون. ما على كيفهم، ما ماني مهتم بالعرباوية. نحبهم نحبهم. فكنت أحضر يعني أحضر تمارين، أروح أحضر مسرحيات معينة، بروفات لمسرحيات. بس كان الأستاذ الكبير عبد الحسين عبد رضا، هذه القامة الكبيرة، يا أخي هذا يأسرك. نعم. يأسرك في كلامه، في شكله، في 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 لباسه، في أخلاقه. هذا موضوع مختلف. أخلاق عبد الحسين عبد الله، هذا القامة تقابلك أنك مقابل واحد عادي. نعم. طبيعي. صحيح. هو اللي يرحب بيك، هو اللي يعني يستمتع صدقت. بالحديث معك. فأنا قلت حال عمي في يوم من الأيام، أقول له شوف عمي، أنا أحب الكويت وأعشق الكويت، لكن هذه الزيارة ما بتكتمل إلا إذا شفت واحد. قال لي من؟ قلت للأستاذ عبد الحسين عبد الرضا. سكت. قال لي يصير خير، إلا يوم من الأيام يجيني يقول لي جهز نفسك. خير؟ قال لي اليوم إحنا رايحين عند الشخص اللي أنت تحلم تشوفه. في فترتها كان الأستاذ عبد الحسين يجهز على هامان يفرعون. أوه. إيه. وكان في مسرح الفنون في حولي ولا السالمية؟ بالسالمية أعتقد. فنون السالمية، أول ما أسس في الفترة الأولى. رحت، الرجل يعني كان مشغول لدرجة إنه ما يقدر يتنفس. يعني العرض يمكن بعد كم يوم، وقاعد يشرف على كل صغيرة وكبيرة. يوم شافنا ترك كل شيء، قال للي معاه تركوني وتفرغ لنا هذا الرجل القامة. الله الله. وأنا كنت مبهور إن أنا جالس مع واحد اسمه عبد الحسين عبد الرضا. دارت السنوات، أستاذ محمد، والتحقت في الإعلام وقدمت برامج الإذاعية والتلفزيونية، وصادف في أكثر من موقف أنا التقيت به، لكن الموقف الأهم أنا جبته في برنامج اسمه كان رمسة. ايه. يقدم تلفزيونيا ويقدم مسرحيا على مسرح المدينة، من المسارح المهمة هنا عندنا في مسقط. اتفقنا معاه، قال اليوم التالي أنا جايينكم من غير أي تردد. يوم شافني معذرة، لا خذ راحتك. يوم شافني قال لي أنا أتابع برامجك. الله. تخيل سيد محمد، يقول لي أنا أتابع برامجك وفي عندك برنامج كان يمر على الأسواق، يقول لي بس توقف، أنا هذا البرنامج كنت أقدمه من 94 إلى 2000 تقريبا، في مثل وفي لغز ومر ولايات عمان والأسواق الشعبية، والتقي بالناس في أماكنهم، وكان عامل كثير جو لطيف عند الناس. قال لي عندي شرط، أنا بطلع معاك المسرح بس تقول لي إن السنة القادمة هذا البرنامج يرجع. الله. عملت هذاك الحوار وأنا في قمة السعادة. قبل وفاته رحمة الله عليه، آخر زيارة على فكرة قبل لا يروح إلى بريطانيا في رحلة الأخيرة، كان في مسقط وكان مكرم عندنا هنا في السلطنة. وعلى فكرة من التقى به جلالة السلطان هيثم بن طارق، الله يحفظه. الله يحفظه. كان يوميته جلال السلطان كان وزير التراث والثقافة في السلطنة، فالتقى به وصور معه، والصور موجودة. فتكرم عندنا في عمان، التقيت معه على الغداء، سولفنا، ذكرت بذكريات المسرحية على آبان يا فرعون، يضحك ورجل في منتهى الجمال. وإلى اليوم أنا أحتفظ بالصور وأحتفظ بمجموعة الفيديوهات، وفعلا أعتز أن أنا التقيت بقامة كبيرة، بالإضافة طبعا إلى القامات نعم. الكويتية الأخرى اللي مو أثرت فيني، أثرت نعم. على كل المتلقي الخليجي والعربي حقيقة. همها في سؤال، يعني يقول لك التلفزيون الحكومي أو التلفزيونات الحكومية، وهذا حتى يسألوني يا في كل المؤتمرات، هل انتهت التلفزيونات الحكومية؟ قلت تكمل المنصات التواصل الاجتماعي ولا يمكن الاستغناء عن التواصل، لكن البعض يقول
ليس له تأثير، خاصة في وجود الأمازون والنتفليكس وشاهد الحدث واليوتيوب. إذن التلفزيون الحكومي انتهى، شو ترد على هذه النقطة؟ والله شوف سيدي الكريم، أي وسيلة بالوسائل إذا بغت تنتهي فتنتهي بإرادتها. التلفزيون الحكومي، في تلفزيونات حكومية اليوم تنافس، تلفزيونات حكومية اليوم لها مساحتها. اليوم على مثل ما ذكرت للإذاعة، وهذا المثال أيضا على التلفزيون، الشطارة في من يدير هذا الجهاز. هل أنا بستسلم لكل هذه اليوم يعني الوسائل المتاحة للمتلقي، أو ممكن أكون مع الحدث؟ الشاطر يقول لازم أكون مع الحدث. اليوم يعني أنا بضرب لك أمثلة إذا تقول لي بالتلفزيونات الحكومية، وأنا بذكر التلفزيونات العربية، لكن أنا أقول لك اليوم من يستغنى عن البي بي سي إن كان داخل بريطانيا ولا خارج بريطانيا، مع كل البغريات اليوم اللي وسائل للبث داخل بريطانيا وخارج بريطانيا، لكن تظل البي بي سي اسم من الأسماء الكبيرة. هل البي بي سي اليوم مثل ما كانت من 40 سنة و30 سنة و20 سنة أو من 10 سنوات؟ لا. هل السي إن إن اليوم مثل ما كانت؟ هل فوكس نيوز مثل ما كانت؟ وهل وهل وهل؟ لا، أكيد في فكر متطور ليقول إن إحنا أيضا موجودين ومنافسين. لا، وعندنا براند، إحنا عندنا 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 اسم. اليوم تلفزيون حكومي ولا غير حكومي إذا استطاع أو قادر أن ينافس فينافس. اليوم محطات حتى على المستوى العربي اليوم موجودة. أستاذ خالد، يعني النظرة على التلفزيونات الحكومية، يعني يقول لك لا، ليس لها تأثير على الشارع، لا تحاكي الواقع، تجامل سياسيا، كثير من الممنوعات فيها، فهذا يؤخذ على التلفزيون الحكومي ليس مثل التلفزيون الخاص. أتفق معك، هي اللي حطت نفسها في هذا التقوقع أستاذ الكريم. هي اللي أرادت، أو من يدير أكيد ما المحطة، محطة من 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 يديرها، لكن هل اليوم لو آمنت هذه المحطات إن أنا بوجه الشارع في بلدي ولا خارج بلدي، هل المسؤول على هذه المحطة مقتنع من الداخل؟ بكل تأكيد لا، لأن اليوم مواطنك والمتلقي والمتابع لمحطتك ما ينتظر نشرة أخبارك على أساس إنه يعرف أخبار بلدك ولا خارج البلد. اليوم مصادر مهمة وأسرع حتى من المحطة الإذاعية أو التلفزيون، أو حتى أسرع من وكالة الأنباء اليوم توصل هذه المعلومة. لكن اليوم مهمتك تتابع ما بعد الخبر، اليوم تقترب من الناس، اليوم تقترب من هموم الشارع. اليوم يعني المفترض أن تكون لك منصات معينة، لا تعتمد أنه والله أنا تلفزيون حكومي وبين قوسين لازم بيشوفوني الناس. لا، ما لازم بيشوفونك الناس، الناس بتشوف الشيء المميز واللي ممكن يفيدهم وممكن يضيف لهم. أرجع مرة ثانية، اليوم في وسائل كثيرة المفترض، وبعض التلفزيونات أو من يدير هذه التلفزيونات شطار فعلا استغلوها الاستغلال الأمثل. صحيح. واليوم التلفزيونات تنافس يعني كثير من هذه. وإن كان اليوم المتلقي أستاذ محمد ما ينتظر التلفزيون عشان يعطيه الخبر، ولا ينتظر الإذاعة عشان تعطيه الخبر، اليوم ينتظر التحليل ما بعد الخبر. اليوم 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 مثلا أنا أضرب مثال بزيارة جلال السلطان هيثم بن طارق عز الله إلى دولة قطر، ولقاءه بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. هل المتلقي اليوم داخل عمان وخارج عمان ينتظر الخبر ولا وصل الخبر؟ وصل الخبر. لا، لكن ينتظر اليوم ما بعد هذا الخبر. تحليل هناك توقيع اتفاقيات اليوم في هناك علاقة متينة متجذرة بيننا وبين قطر، مثل ما هي العلاقة بين أشقائنا بين دول مجلس التعاون، ناقش هذه المواضيع. ومثل ما عملنا اليوم احنا في إعلامنا الداخلي، اليوم ما نذكر فقط الخبر، نذكر ما بعد الخبر، إن كان من خلال محللين من داخل عمان أو محللين من داخل قطر، أو حتى المتابع للمشهد للعلاقة بين قطر وبين عمان، أو بين عمان وبين أشقائها في دول مجلس التعاون.
وهذا يدفعني لسؤال مهم. يعني احنا كمنظومة مجلس تعاون الخليجي، هل ترى هناك تعاون اعلامي بين دول الخليج؟ هل هناك ميثاق؟ كان هناك يجمعنا في بعض البرامج المشتركة بين دول الخليج، وكانت فكرة جيدة في فترة الثمانينات تذكرها اخوي خالد، لكنها لم تستمر. غيرها كانت برامج وقف وغيرها، وكانت في مسلسلات ايضا. لماذا لا تعود؟ يعني نرى افتقدنا هذا التعاون الإعلامي الخليجي في السنوات الأخيرة. أتفق معك أستاذي الكريم، يعني أنا إذا تكلمت عن منظومة دول مجلس التعاون أنا يمكن سأتحدث، لأن سؤالك عن الإعلام فقط. نعم. يعني أقول لك نعم، إن اليوم مع الأسف هو من يقود أساساً أي مسيرة هو الإعلام، وإذا اعتمدنا على الإعلام أنا متأكد يعني سننشط في الجانب الاجتماعي، وسننشط في الجانب السياسي، وسننشط في الجانب الاقتصادي والاستثمار بين دول مجلس التعاون. هذا اللي والإعلام يقرب الشعوب ولا يفرقها جدا جدا جدا. ومتى ما مع الأسف يعني تعاملنا بأنه هو يعني فقط تسلية وفقط ترفيه وفقط دور ثاني، هذا اللي حدث اليوم. يعني ما بقول شرخ، لكن اليوم في 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 ابتعاد بين شقيق وشقيقة في دول مجلس التعاون مع الأسف. يعني ما هو الشعار اللي رفع قادة المؤسسين دول مجلس التعاون أو مجلس التعاون الخليجي في 81 اللي أرادوا بأن هذا الخليج مثل ما غنينا خليجنا واحد واحدة ونفسنا واحد، بأن يعود كما هو. اليوم ربما الإعلام مع الأسف أو بعض المحسوبين على الإعلام أو بعض أحيانا من يدس السم في العسل اشتغل على هذا الموضوع، لكن هل سيستمر؟ ما أعتقد، لأن علاقتنا إحنا في دول مجلس التعاون قبل 81 يعني اليوم الزائر للكويت من عمان بتلاقي بالخمسينات والأربعينات، والزائر أيضا من الكويت من خلال سفن الكويتية على 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 مسقط وعلى الأماكن الأخرى في ذلك الوقت كويتيين، وعندنا صور تثبت هذا، وفي بينهم هذه العلاقة الحميمية. وهكذا الحال بين مسقط وبين الكويت وبين أشقائهم في دول مجلس التعاون. جاء مجلس التعاون لينظم هذا الأمر لأمور نعم. كثيرة لينطلق، لكن مع الأسف احنا مرينا بفتور معين أتمنى أن لا يستمر، وفتور تحديدا فتور إعلامي. أنا أتفق معك، كان في فترة من الفترات هذه البرامج كان لها اسمها، وكانت نشطة ونشطة. يا أستاذ الكريم، اليوم حتى في فترة من الفترات تتذكر أنت في نشرة أخبار في تلفزيون الكويت تشوف مذيع عماني بعمان، صحيح، وأذكرها كان المذيعين ينتقلون. نعم نعم، وكانت فكرة جميلة، هذه كانت فكرة كثير لطيفة وقربتنا من بعضنا بعض. هذه حتى اختفت، هذه وكان في شيء من التدريب الإذاعي والتلفزيوني، وكانت بعض الأعمال المشترك. احنا في عمان احتضننا عمل مشترك في فترة من الفترات، كل ممثلين الخليج كانوا موجودين فيه، والحال كذلك في الكويت الحاضنة لمثل هذه الأعمال. انا اتفق معك، نتمنى ان شاء الله واحنا مقبلين على قمة خليجية قادمة، واحنا متفائلين بعد عودة البيت الخليجي وعودة الأشقاء للبيت الواحد. إن شاء الله القمة القادمة تكون مختلفة عن القمم السابقة، وأنا متفائل حتى هذه الزيارة لمولاي جلال السلطان هيثم عز الله ولقاء بشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد، إن من ضمن المواضيع أكيد يعني البيت الخليجي ما كان غايب عن جلسة المباحثات هذه نهائيا. ممتاز. كيف تصف العلاقات الخليجية في الوقت الحالي، العلاقات السياسية؟ يعني ربما أنا ما متخصص كثير في هذه المسألة، لكن أكيد متابع وكخليجي أنا أتحدث عن البيت الواحد. وأن حدث في شيء مستحيل يعني يصل لدرجة الخصوبة اللي أحيانا مؤذية، ما أعتقد. يعني وإن مرينا بتجربة معينة لكن تجاوزناها وسنتجاوزها، وفي حكمة في البيت الخليجي، وأسس قادة دول مجلس التعاون
في 81 وما قبل 81 وهم يأسسوا لهذا المجلس. استمرارية أستاذ محمد، استمرارية قمم مجلس التعاون رغم يعني ما حدث في البيت الخليجي، هذا دليل على أن القادة عندهم الرغبة الحقيقية لاستمرار مجلس التعاون. علاقتنا كشعوب هل تأثرت أحيانا بأزمات معينة؟ ما تأثرت، ما تأثرت، يعني التقينا ونلتقي ونتصل وبيننا نسب وقربة وسنظل. ما أعتقد يعني هي يعني أتمنى وأتمنى تكون كذلك، أنها مثل سحابة الصيف عدت وما في شيء إلا فيه أحيانا سبحان الله، حتى لو كان صعب وحتى لو كان سيء بس أحيانا بعض التجارب تتعلم منها. صح، وأنا متأكد أن احنا تعلمنا الكثير، وإن شاء الله يعني أنا متفائل ننطلق إلى مرحلة مهمة وهامة للمنطقة إن شاء الله. بإذن الله. أقمتم احتفال العيد الوطني 51 لسلطنة عمان في إكسبو في دبي 2020. لماذا اخترتوا دبي وبالذات إكسبو؟ كانت حلقة جميلة إذاعية، حلقة استثنائية. لماذا اخترتوا دبي؟ دبي أول شيء جار، ودولة الإمارات قريبة لنا. نعم. وإكسبو حدث عالمي. صحيح. مهم، مشاركة أي دولة شرف وترويج للبلد بشكل أو بآخر، تحت مظلة واحدة. عمان مثلها مثل أي دولة، لها جناح مميز، لها فلسفة معينة حتى في جناحها، واختيار أيضا شجرة اللبان لتكون هي العنوان الرئيسي لجناح عمان، لأن شجرة اللبان ارتباط وثيق بعلاقة عمان بالعالم الخارجي، وهذا الكلام يعني يشهد عليه التاريخ من آلاف السنين، العلاقة بالفراعنة وبالحضارات الأخرى اللي كانت موجودة في المنطقة. فأراد المعني والمسؤولين عن الجناح العماني بأن يعيدوا التاريخ من جديد. الله. بالإضافة طبعا إلى بأن الجناح به كثير من المنتجات بالداخل عمان بأيدي عمانية، لا والاشتغال هناك يعني أمام الناس، وهذه أيضا ميزة كثير جميلة ولطيفة. المهم مزج بين حضارات، بين حاضر، بين مستقبل، هذه رسالة كانت مهمة. الاحتفال، احنا 18 نوفمبر نحتفل سنويا بعيدنا الوطني. المناسبة مناسبة وطنية في نوفمبر، وهذه أيضا بعطيك لمحة بسيطة. تفضل. احنا عادة نحتفل بعيد جلالة سلطان قابوس طيب الله ثراه. طيب. ارتبطت المناسبتين بمناسبة، هو تولي الحكم كان في 23 يوليو 70، عمل العيد الوطني في 23 يوليو مرة واحدة فقط، لأن جو المنطقة والخليج في 23 يوليو صعب، ولازم في احتفال، ولازم في مدارس، ولازم في جامعات، ولازم في فرح. فاقترحوا عليه أو من اقترح عليه بأن تكون المناسبة مناسبتين، فتم اختيار 18 نوفمبر. فكنا من 71 إلى 2020 نحتفل بهذه المناسبة. آخر احتفال بحضور السلطان قابوس رحمة الله عليه كان في 2019، ولم يغب عن المناسبة الوطنية ولا سنة غير السنة اللي كان فيها في ألمانيا في سنة من السنوات، ووجه حديث متلفز من ألمانيا. السنة الوحيدة اللي غاب فيها السلطان قابوس وحضر إعلاميا في هذه المناسبة ليهني الناس. الوفاء من السلطان هيثم أعزه الله بأن يستمر الاحتفال السنوي لعمان يوم 18 نوفمبر. وهذه لها دلالة سياسية أعتقد، أن استمرار بالضبط لها ما لها من وفاء، من استمرارية. نعم. من نهج أيضا انتهج جلالة السلطان قابوس من البداية اليوم. نعم. وحتى في خطابة جلالة السلطان هيثم قال سنسير على نهج الراحل. وهذه فعلا سؤال يمكن مهم،
كان لجلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمة الله عليه وطيب الله ثراه دور كبير في بناء الإنسان العماني. دور جلالة السلطان رحمة الله في بناء سلطنة عمان وفي المواطن العماني وأهم القيم اللي زرعها في الشعب العماني. طيب عمان أول شيء بس أكيد يعني المتبع لنا الآن يعرف أن عمان يعني تاريخ يعني حضارة يعني أمم معروفة. معروفة سابقة يعني إمبراطورية نعم. عمانية نعم. كبيرة. وهذه الأسرة الحاكمة الآن يعني مستمرة لأكثر من 270 سنة تقريبا من المؤسس أحمد بن سعيد، وصلت إلى ما وصلت له من أماكن معينة معروفة. جاء جلال السلطان قابوس أسس لدولة عمانية حديثة لها أركانها ولها أسسها ولها ويذكر هذا الكلام يعني، فأسس دولة حديثة. جلال السلطان قابوس جاء شاب عمره 29-30 سنة، دارس في بريطانيا، دار العالم بعد قدومه إلى 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 السلطنة، قارئ مثقف مطلع، حاب لبلده أن تكون الأفضل، فسعى فعلا بأن تكون عمان في مصاف الدول المتقدمة، أن تنفتح في كل المجالات، مدارس يعني قولة المشهورة المعروفة سنعلم أبنائنا ولو تحت ظلال الشجر، ابني اعمل. فكانت المدارس في كل مكان، وقبل البناء كان التعليم تحت الشجر، تحت أحيانا بيوت غير 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 مبنية بالأساس، خيام بس عشان الشعب يتعلم. هذا كان هدفه من البداية. سلطان قابوس اعتمد على تاريخ بلده بشكل كبير لبقول معينة يعني، وكان يتحدث لمجموعة من الطلاب اللي كانوا يغادروا إلى بلدان أخرى في العالم، يقول لهم أنتوا رايحين إلى بلدان لها ثقافتها ولها عاداتها ولها تقاليدها، وعندنا عادات وعندنا تقاليد، لا تتخلون عن عاداتكم ولا كل العادات الأخرى أيضا سيئة، خذ من هنا وخذ من هنا لتتعلم لتفيد بلدك في الآخر. هذا الرجل كان عنده نظرة ثاقبة الحقيقة، ما كان يؤسس لفترة حكمة فقط، كان يؤسس لعمان قادمة، وهذا اليوم اللي احنا نلمسه. هذا الرجل يعني حتى في لباسه احنا قلدناه أستاذ محمد، في مشيته، في هندامه، في ابتسامته الرزينة، في حديثه المتزن. هذا الرجل قليل الكلام، وانت تعرف يعني الان ابحث في في في, في اي وسيلة بحث ما تلقى له مقابلة إذاعية ولا تلفزيونية الا ما ندر، واذا تحدث تحدث بهدوء. ولبقول ايضا معروفة يعني في إلحاح الإعلاميين عليه بالكلام، يقول شوفوا ماذا يعني يصنع العماني في بلده، تكلم عن المنجز لا تتكلم عنه. وحتى تشوفه وحتى له صور، وهذا صور كثيرة في جلوسه بين أبناء شعبه بشكل متواضع جدا، الرجل مستمع حتى لأبناء وطنه. هذا تقليد انتهجه جلال سلطان قابوس طيب الله ثراه من البداية، ورغم صعوبة يعني الطرق في ذلك الوقت. نعم. الأماكن يعني الوسائل اللي يحتاجها الإنسان وهو يروح إلى صحراء مثلا أو يروح إلى أماكن بعيدة أو غير، لكن تحمل جلال سلطان قابوس طيب الله ثراه كل هذا العناء في مقابل أن يكون قريب من شعبه. اليوم أي خطة أي تنمية في أي بلد قائمة على خطة خمسية معينة، صحيح ولا لا؟ وإحنا هكذا في عمان، لكن كثير من الأشياء نتيجة لقاء جلال السلطان قابوس طيب الله ثراه بشعبه تحسسه لاحتياج أحياناً مكان معين لكهرباء، لماء، لخدمة هاتف، لمدرسة، لمستشفى أو غيره، فكان يأمر يتحسس يعني هموم الناس، يشاركهم يعني يسمع منهم لمقترحات لبلدهم. هذه كلها
حقيقة يعني نهج من الأشياء المهمة اللي انتهجها جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه، ولي قبل مرضه كان الرجل وسط الناس وكان يستمع وكان يشارككم أفراحهم وكان يستمع له. اليوم أيضا نفس هذا النهج انتهجه جلالة السلطان هيثم. وهذا يدفعني الآن يعني منذ تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق الله يطول بعمره الحكم، نرى استمرارية هذا النهج اللي بناه رحمة الله عليه السلطان قابوس على نفس النهج استكمالي هذه المسيرة. شنو أهمية التوجهات التي يعني لمسها المواطن العماني؟ يعني المواطن العماني شوف احنا عشنا حسب طبعا يعني الان من يعني انا مثلا انا عشت جلالة السلطان من البدايه من اول ابتدائي وانا في مدارس السلطان قابوس، انا في تعالجت من 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 مستشفيات السلطان قابوس رحمه الله عليه، فتعلقي به تعلق كبير مثل جيلي يعني تأثري بكثير من صفات السلطان قابوس. يعني تقول لي ايش القيم، يعني قيم كثيره للسلطان قابوس اهمها التسامح استاذ محمد. نعم يعني 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 هذا الرجل بدا وكان في معركه داخليه وكان في ايضا يعني اشكاليه خارجيه وكان في حرب وكان في حرب داخليه ليبدا مرحله جديده، وهذه كانت مهمه يبدا تنميه، فكان بالايد يهدي وكان بالايد يبني، وفي الأخير يعني قال عفو الله عما سلف وشاركهم في الحكم وجابهم وقربهم. هذه صفة العفو يعني ما تكون إلا مع الكبار أستاذ محمد، هذه مدرسة بحد ذاته، هذه ريحتنا في عمان، فتحت لنا مجالات عديدة وكثيرة. اليوم على نفس السؤال جلال سلطان هيثم من المدرسة، من مدرسة السلطان قابوس، ابن عمه قريب منه في مجلس الوزراء، توجيه السلطان قابوس يعني وكلها وسلمه في حياته، وهو يعني يخطط لعمان 2040 سلمها لمهندس اليوم يعني مهندس 2040 هو السلطان هيثم، وكأنه يرسمه لهذا المنصب وكأنه يرسمه. فإحنا ماشيين اليوم على هذا النهج بإذن الله تعالى، على هذه القيم، على هذه الروح، ومستمرين إن شاء الله بأن نكون كما إحنا دائما عمان يعني اللي تفتح دائما قلوبها وتفتح أبوابها وتفتح صدورها للجميع ونسمع لكل الأطراف ولن نتخاصم، لأن ما أعتقد اليوم الخصام يؤدي إلى نتيجة، وإذا جينا نشوف حوالينا ولا في منطقتنا من تخاصم مع الأسف تأثر، ومن تخاصم مع الأسف يعني وقف تنمية في 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 بلده، ما أعتقد اليوم يعني يحتاج من ما كان إلى أن يتخاصم ولا يدخل في جدال أو في خصام أو في غيره نهائيا، نكون كما إحنا دائما بهذه السياسة المعتدلة، واللي دائما إن شاء الله نكون مع صاحب الحق ونقرب وجهات النظر كما علمنا جلالة السلطان قابوس وكما اليوم إحنا نتعلم من جلالة السلطان هيثم، وهكذا هي سياسة عمان، هذه السياسة المتزنة البسيطة الجميلة الساعية دائما إلى الخير. سؤال الأخير أخي خالد، اللي يميز عمان والشعب العماني وكلنا تلمسه في الخليج هو التسامح الديني الموجود في عمان، يعني ترابط عجيب بين العمانيين، وين السر في الموضوع هذا؟ السر العماني فقط، هي خلطة عمانية يعني بسيطة وجميلة، وتعلمناها من بيوتنا أستاذ الكريم، تعلمناها من بيئتنا، تعلمناها من قرانا، تعلمناها من هذا البلد العظيم، يعني ابدا ما نحسها ولا نريدها ولا نتكلم عنها نهائيا. احنا في الاخر يربطنا وطن،
تربطنا مصالح كل واحد مننا. وعمان هي الأهم، وعمان هي الأهم جدا، هي احنا نسعى لعمان اساسا، هي عمان، احنا 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 كل تفكيرنا عمان استاذ الكريم. يعني قضية من وليش وكيف، هذه تؤخر أمم أستاذ محمد الملا، هذه ما منها فائدة نهائيا. إحنا في عمان تعلمناها من بيوتنا قبل أن نتعلمها من مدارسنا، تعلمناها أستاذ الكريم من القرية، من الحارة اللي نلعب فيها، من مدارسنا. ما فرقوا بين أستاذ الفاضل، إحنا إعلامنا درسنا هذا الأمر، احنا مساجدنا علمتنا هذا الامر، احنا اولاد امرنا علمونا. احنا عمان كتاريخ ما حدث فيها هذا الامر نهائيا، المتبع للتاريخ العماني ما يلاقي فيها هذه الصراعات نهائيا، ولا لها اي تاثير، ولن يكون لها تاثير. نعم نعم. الاعلامي خالد زجالة، انا استمتعت، ودنا نستكمل لكن الوقت خلاص معانا، وإن شاء الله تكون موجود بالكويت، وانت أحد أبناء الكويت وشرفني وجودك، وأنا كل ما شفتك والتقيت فيك أزداد شرف أخوي خالد، وشكرا لك. أستاذ محمد أنت اللي شرفتني اليوم أن أطلع على جمهورك الجميل، وأنت أيضا قامة إعلامية خليجية عربية مميزة بامتياز. الله يبارك فيك خالد، تسلم لك. تسلم. بارك الله فيك خالد. مع السلامة أعزائي المشاهدين، وصلنا نهاية برنامج ديوان الملة، مع السلامة.